يفتح لبيت مولده صلى الله عليه وسلم ليس ذكر أعمالها في هذا المقام المبارك صلوا على ربك يا عاشقين يا عاشقين سعيدة جدا بتواجدنا اليوم مع آبائنا وأمهاتنا والأطفال بمناسبة إحياء طبعا المولد النبوي الشريف. هذه المناسبة الدينية الشريفة التي تجمعنا في لقاء أسري كل مرة بآبائنا وأمهاتنا من دور المسنين. شفتوا أن قطاع التضامن الوطني في كل مرة يشرف على هذه الاحتفاليات في جو عائلي من أجل المحافظة على مبدأ تواصل الأجيال ما بين كبار السن وما بين الأطفال، تناغم كبير ما بينهم ما بين الجيلين، وهذا هو واجب قطاع التضامن الوطني ومجهود الدولة التي تعمل على مرافقة هذه الفئة من أجل إدماجها في المجتمع ومن أجل خلق هذا الجو الأسري في كل مرة، وأيضا نقل الخبرة من كبار السن إلى الأطفال.